من قال عشاء يا عيال؟ معاك يا كابتن. وانا معك، بس من الحين اقولك ماني متحرك. وشلون؟ لازم منه واحد يروح يجيبهن، ما ابوه لا نت ولا تطبيقات. مهبول انت، المطعم عندهم توصيل، ناس انه في ثابت. حلو، امشي لاخر الشارع ثم ندور، تمشي 200 متر يجيك شارع ابن المقفع، اوكي؟ خش مع يمين يجيك مسجد بيج، مسجد بيج ايه، ثم نخش يمين، اوكي؟ يا ابن الحلال انت وش وداك للجامع؟ خوي قالك مسجد بيج، مسجد بيج. اسمع داور داور، الله يهديك داور، بعد الشارع هذا 200 متر خش يمين شارع ابن المقفع، بيجيك خوي هناك. يا اخوي وين انت؟ لي نص ساعه راح تركب ذاك. ما علي من طلبات الناس يا اخوي، اوقف عند المسجد لين اجيك. يا شكش خاون يا عم، انا عند المسجد، انت فين يا عم؟ يا اخوي انا عند المسجد ما اشوفك، ونوبه انت. انا واقف عنده بعد المطب على طول يا خي. ما خبر عند المسجد مطب؟ يا ليل ام النرفزه، انا ما يجوع انت مطب ورصيف؟ شوف لي حل. ورا ما تهاجم انت الثاني، ما انا ناقصك انا. لو سمحت يا اخويا اديني وصف واضح، لاني ورايا طلبات تانية وتاخرت عليهم. اوهو تدري، ارجع للمطعم، نبي نيجي ناخذ اطلب من هناك. هذا احسن شيء سويته، انا ادق العيال يجون على المطعم. قال ايه؟ قال التوصيل سريع، اخرتها ناكل محلي والشاورما بارده كمان. يلا شباب نعتذر منكم، نسكر. طب خلاص قلت كلمتك هذه، وراك واقف على روسنا كأنك مراقب اختبارات. شكله بعد شوي بيسحب الاوراق. مستحيل، ايش مالك انت؟ هذه رقمك واتساب. يلا رجع. يس 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 يس، رجع النت النت، يا الله.